مش عارف الدكتور مستعجل على ايه كده؟ سجل ايه الاستعجال ده؟ ايه الله اس اس ايوه يلا يا شباب عشان نبدا بقى خلاص يا جماعه. بدا بس في ساعه كان بس جامد هنتكلم النهارده في موضوع اسمه ايكوزامايد. هي كلمه معناها مركبات بتحتوي على 20 ذره كربون. ايه دي كلمه ايكوزا بالنبات معناها رقم 20؟ هي المركبات اللي بتحتوي على 20 ذره كربون. وحاجة اسمها بروستا جلاندين، وكمان في بروستا سلفلين، واخيرا ثرومبوبلين. المركبات دي بنسميها ايكوزامايد. طب لو حبينا نصنفهم صفاتهم من دماغ ولا هرمونات ولا ايه تصنيفهم بالعمق في الجسم بالظبط؟ المركبات دي يا جماعه عباره عن هرمون لها وظائف موجوده في الجسم زي ما هنشرحها كمان شويه. المركبات دي زي ما اتفقنا اسمهم ايكوزامايد. بسبب التسميه لهم ايكوزانويد علشان فيهم 20 ذرة كربون. قلنا ايكوزا يعني 20 في النتيجة. ايكوزانويد عيلتين اثنين كبار. عيلة الايكوزانويد دي عيلة لوحدها لها سكة ولها طريقة في التصنيع. وعيلة اسمها بروستانويد اللي هما الثلاث مركبات اللي تحت بيجي من الاراشيدونيك اسيد. الاراشيدونيك اسيد ده واحد من ضمن الفاتي اسيد اللي موجودين عندنا. الاراشيدونيك اسيد افكركم بيه ده كان فاتي اسيد بيحتوي على 20 ذره كربون. من هنا فوق الكربون واحد والكربون رقم 20. كان تصنيفه بولي انساتيوريتد فاتي اسيد. انساتيوريتد يعني غير مشبع يعني كده دبل بوند. كان فاتي اسيد بيحتوي على 4 دبل بوند. واحده من الكربونه 5 و6، دبل بوند الثانيه من 8 و9، دبل بوند اللي بعدها من 11 و12، واخر دبل بوند من الكربونه 14 والكربونه 15. فالاراشيدونيك اسيد هو فاتي اسيد فيه 20 ذرة كربون وبيحتوي على 4 دبل بوند. الاراشيدونيك اسيد ده هو اللي احنا بنصنع منه كل الايكوزانويد. ولنسبة ليه سموهم ايكوزانويد؟ لانهم بيحتوي كلهم على 20 ذرة كربون. الاراشيدونيك اسيد هناخد الاول خطوات التصنيع ازاي بنصنع كل المركبات دي، وبعد ما نعرف خطوات التصنيع وازاي بنصنع هنعرف ايه هي وظيفه كل واحد. الاراشيدونيك اسيد بيجي منين من البدايه؟ ممكن ناخده في الاكل يبقى موجود بصوره مباشره، او ممكن ناخد في الاكل البريكيرزور بتاعه المصدر بتاعه اللي كان اسمه لينوليك اسيد. اللينوليك ده فاتي اسيد احنا بناخده في الاكل بيحتوي على 18 ذره كربون. فالجسم بياخد اللينوليك ده ويروح مصنع منه بعد كده الاراشيدونيك، بيزود له ذرتين كربون فيتحول من اللينوليك الى اراشيدونيك. يبقى اول مصدر عندنا الاراشيدونيك اسيد ان انا ابقى واخد في الاكل لينوليك اسيد، واللينوليك الجسم يضيف عليه ذرتين كربون فيحوله الى الاراشيدونيك اسيد. المصدر الثاني للاراشيدونيك اسيد في الجسم هو ده السيرفنت بريد بتاع الخليه. ممكن يوفر لنا اراشيدونيك اسيد ازاي؟ السيرفنت بريد بيحتوي على نوع من الفوسفوليبيد اسمه فوسفاتيدايل ايروديتول. لما رسمنا الفوسفاتيدايل ايروديتول الحصه اللي فاتت قلنا زيه زي بقيه الجليسترول. فوسفوليبيد عباره عن جليسترول ماسك في كام فاتي اسيد؟ اثنين. ماسك في فوسفات، ماسك في ايروديتول. وقلنا ان الشرط بتاعه ان الفاتي اسيد اللي في السيت رقم واحد يكون ساتيوريتد، اللي في السيت رقم اثنين يكون انساتيوريتد. بس ما قلناش ان الانساتيوريتد فاتي اسيد اللي بيكون في الفوسفاتيدايل ايريديتول هو مين؟ الاراشيدونيك اسيد. يبقى الفوسفاتيدايل ايريديتول اللي موجود في السيرفنت بريد بتاع الخلايا بيحتوي على الاراشيدونيك اسيد في السيت رقم اثنين. فممكن
الجسم او الخلايا لما تحتاج تصنع مركب من المركبات دي تروح جاي على الفوسفوليبيد اللي موجود في السيمن بريد بتاعها اللي هو تحديد الفوسفاتيدايل إيروزيتور، وتروح مشغل الانزيم اللي خدناه المره اللي فاتت اللي بيكسر فوسفات رقم 2 اللي هو الفوسفولايبيز ايه كان A2، هيروح كسر الرابطه دي ويفصل لنا الاراشيدونيك اسيد. يبقى هنا الفوسفولايبيز A2 هيشتغل على الفوسفاتيدايل إيروزيتور ويكسر الرابطه اللي في الكربونه رقم 2 علشان يطلع لنا الاراشيدونيك اسيد اللي هو الماده الخام اللي هنصنع بيها كل عيله ليكوزانات. بكل بساطه الاراشيدونيك اسيد عشان تصنع منه الليبوتريين اللي هو اول عيله عندنا الليكوزانايد هو انزيم واحد بيشتغل عليه، تفاصيله مش عايز اعرف فيها حاجه، اعرف اسمه فقط اسمه لايبو اوكسجينيز انزيم، ده اللي بيحول الاراشيدونيك اسيد الى ليبوتريين. طيب الاراشيدونيك اسيد لو انا عاوز اصنع منه العيله الثانيه من الليكوزانايد اللي احنا سميناهم بروستانايد، العيلة دي بتشتمل على كم نوع؟ ثلاثة، يا اما بروستاجلاندين، يا اما حاجة اسمها ثرومبوكسات، يا اما حاجة اسمها بروستاسايكلين او رمزها بروستاجلاندين اي. الثلاثة دول على بعض بنسميهم بروستانايد، وده النوع الثاني من الليكوزانايد. ازاي الجسم بقى بيصنع المركبات دي؟ نركز مع بعض عشان نعرف الاسامي دي والعناوين دي جت منين. ده الاراشيدونيك اسيد. فاتي اسيد في 20 ذره كربون، وزي ما حضراتكم شايفين في 4 دبل بوند. بيدخل عليه انزيم اسمه بروستاجلاندين H2 سنسيتيز. واضح من الاسم ان هو انزيم بيصنع حاجه اسمها بروستاجلاندين H2. او له اسم تاني اسمه بروستانويك اسيد. الانزيم ده بيعمل ايه؟ بصوا كده. هنكسر الرابطة اللي بين الكربونة 8 و 9 وهنكسر الرابطة اللي بين الكربونة 11 و 12 خلاص؟ كده بقت الكربونة 8 عايزة رابطة و 9 بقت عايزة رابطة، وكذلك 11 و 12 كل واحدة فيهم بقت عايزة رابطة. هنمسك الكربونة 8 في الكربونة 12، كربونة 8 هتمسك في الكربونة 12، يبقى كده الكربونة 8 استقرت و12 استقرت، صح كده؟ فاضل مين؟ 9 و11، صح؟ هنروح مديهم كل واحدة فيهم هيدروجينتين 2. السطر اللي مش موجود في الكتاب بقى واللي ناقص في الكتاب، أنت بتجيب الهيدروجينتين دول منين؟ اللي هديهم واحدة 9 وواحدة 11. إحنا بنجيب الهيدروجينتين دول من على الجلودة سيم. طيب هنركب المعلومه دي على جنب. اصل جه بعد كده قال ايه؟ قال معنى ان انت كونت سايكل بعد ما كان الاراشيدونيك اسيد مفتوح زي ما انتم شايفين كده، فجاه اصبح في سايكل مقفوله، حلقه مقفوله يعني. وفي نفس الوقت انت كونت الحلقه وزي ما اتفقنا ضفت كام هيدروجينه؟ هيدروجينتين، واحده على الكربونه 9 وواحده على الكربونه رقم 11. وبناء عليه راح قايل ان الانزيم ده اللي هو البروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيز اللي هو الانزيم اللي صنع البروستاجلاندين اتش 2 او اللي اسمه الثاني بروستانويك اسيد له 2 اكتيفيتي، له نشاطين اتنين او له شغلين اتنين بيعملهم. اول اكتيفيتي له او اول نشاط له ان هو حول المركب بعد ما كان شكل سلسله حوله الى سايكليك فور كون سايكل. عشان كده اول اكشن له سموه سايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي. يعني ايه سايكل اوكسجينيز اكتيفيتي؟ يعني له قدره انه يكون سايكل. الاكشن الثاني ان انت غير انك كونت سايكل ضفت كام هيدروجينه؟ هيدروجينتين. وجبت الهيدروجينتين دول منين؟ من الجلوتاثيون. اي انزيم بياخد هيدروجين مع الجلوتاثيون او بيتعامل مع الجلوتاثيون بنقول عليه بيروكسيديز انزيم. عشان كده اعتبروا ان الانزيم ده بما انه تعامل مع الجلوتاثيون واخد منه هيدروجين اذا له بيروكسيديز اكتيفيتي. كانه بيروكسيديز بالظبط لانه خد الهيدروجين بتاعه منين؟ من على الجلوتاثيون. يبقى المحصله النهائيه دلوقتي اللي انا عايز اوصل لها ان انا كسرت رقم 8 و9 ورقم 11 و12، مسكت 8 ب 12 وعملت سايكل واديت هيدروجين ل 9 واديت هيدروجين لكام؟ ل 11 زي ما قلت خدناهم من الجلوتاثيون.
وكوننا المركب اللي قدامنا ده اللي كمان البروستاجلاندين اتش 2 راح ضايف عند الكربون رقم 15 او اتش كده بقى اصبح اسمه بروستانويك اسيد او بروستاجلاندين اتش 2. المركب ده هو ده الاب بتاع العيله دي بقى، ده اللي كل مره هندخل عليه تعديل صغير يديني واحد من الثلاثه دول، مره هيديني بروستاسايكلين، مره هيديني بروستاجلاندين، ومره هيديني اخر شكل اللي هو الثرومبوكسين على حسب الانزيم اللي هيشتغل عليه بعد كده. لو اشتغل عليه انزيم اسمه ثرومبوكسين سنسيتيز يعني الانزيم المصنع للثرومبوكسين هيروح عامل ايه بقى؟ هيحط اكسجينتين اتنين، هيضيف اكسجينتين الانزيم ده، هيحط اكسجين ما بين الكربون 9 و11 وهيحط اكسجين ما بين 11 و12، فنتحول الحلقه دي بالمنظر ده كده، وبقيت السنسيتين دول زي بعض مفيش اي مشكله خالص، مش هيحصل فيهم اي تعديل. او حطينا اكسجين ما بين 9 و11 وحطينا اكسجين ما بين الكربون 11 وكام؟ و12. ده كده بقى اسمه ثرومبوكسان A2. لو احتاجنا ثرومبوكسان B2 هو هو نفس القصه بس هنشيل اكسجين اللي ما بين 9 وكام؟ و11 ونحط مكانها OH عند 9 OH عند 11. ده لو عايز اصنع ثرومبوكسان واللي هنشوف وظائفه دلوقتي. اما لو عاوز اصنع بروستاسايكلين فهنروح جايبين البروستانويك اسيد ده وندخل عليه انزيم اسمه بروستاسايكلين سنسيتيز يعني الانزيم المصنع للبروستاسايكلين. هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه بسيطه قوي، يحط لنا اكسجين ما بين 9 و7 بس كده. يمسك 7 و9 مع بعض عن طريق اكسجين. ده كده اصبح بروستاسايكلين. طب لو انا عاوز اكون بروستاجلاندين اللي هو اخر شكل عندنا في الايكوزانايد هنكونه ازاي؟ هيشتغل انزيم اسمه ايزوميريز الفايل، والايزوميريز ده هيروح جايب الحلقه بتاعتنا يجيب البروستانويك اسيد اللي هو المركب ده، ويا اما يحط اكسجين عند 9 وهو اتش عند 11 اكسجين فوق وهو اتش تحت فاسمه بروستاجلاندين سي، يا اما يعمل العكس يحط الـ OH فوق اكسجين تحت اسمه بروستاجلاندين دي، يا اما يحط OH فوق OH تحت ده بقى اسمه بروستاجلاندين اف. هي القاعده الاولى الرسمه شكلها يخوف بس هي لسه مفيش فيها حاجه تمام؟ انت بتتكلم في الايكوزانويد بقول لك كده بالراحه كده انت بالله كده بالراحه ماشي؟ الكلام ده واحده واحده ده نقول كلمة إيكوزانويد معناها مركبات بتحتوي على 20 ذرة كربون عشان كده اسمها إيكوزانويد لأن إيكوزا يعني 20 باللاتيني فإيكوزانويد هي مركبات بتحتوي على 20 ذرة كربون. الإيكوزانويد دي مجموعة من الهرمونات لهم دور عندنا في الجسم. إيه الإيكوزانويد؟ إيه الهرمونات دي؟ يا إما حاجة اسمها إيكوتراين يا إما حاجة اسمها بروستانويد. ايه البروستانويد؟ البروستانويد ثلاث حاجات يا اما بروستاجلاندين يا اما ثرومبوكسان يا اما بروستاجلاندين اي اللي اسمه الثاني بروستاسايكلين. هم دول الايكوزانويد. بيتصنعوا منين؟ احنا قلنا بيتصنعوا او بيحتوى على 20 ذره كربون. يبقى اكيد المصدر بتاعهم اللي هيتصنعوا منه حاجه فيها 20 ذره كربون. اللي هي ايه؟ الاراشيدونيك اسيد. اراشيدونيك اسيد فاتي اسيد زي ما احنا راسمينه كده فيها 20 ذره كربون. وفي أربعة دبل بوند، واحدة من خمسة وستة، واحدة من تمانية وتسعة، دبل بوند من 11 و 12 والأخيرة من 14 وكام؟ و 15. ده اسمه أراشيدونيك أسيد. بجيبه منين علشان أصنع الإيكوزانويد؟ عندنا مصدرين اتنين الأراشيدونيك أسيد. أول مصدر يا إما بناخد في الأكل فاتي أسيد اسمه لينوليك أسيد، ده فيه 18 ذرة كربون. جسمي بياخده ويروح طايف عليه ذرتين كربون فيحوله من لينوليك الى اراشيدونيك. دي اول طريقه والطريقه الدايركت والسهله. في طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه ان ممكن الخليه اللي محتاجه تصنع حاجه من دول تصنعه من السيل ممبرين. ازاي من السيل ممبرين؟ السيل ممبرين بتاع الخليه زي ما احنا عارفين غني بالفوسفوليبيد. من اشهر الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين الفوسفوليبيد ده اللي اسمه فوسفاتيدايل اينوزيتول. ولما خدنا تركيبه المره اللي فاتت قلنا ان هو عباره عن جليسرول ماسك مع فاتي اسيد في الصيت رقم واحد نوعه ساتيوريت
وفاتي اسيد في السايت رقم 2 نوعه انساتوريت، بس ما قلناش ان اللي في السايت رقم 2 هو مين؟ الاراشيدونيك اسيد. والكربونه الثالثه بتاعت الجليسرول ماسك فيها فوسفات، والفوسفات ماسك فيه انوزيتول. ده الفوسفاليدايل انوزيتول بيحتوي على اراشيدونيك اسيد وقاعد في السيرم بريك مستني الخليه ساعه ما تحب تصنع ايكوزانويد تستدعيه. طول الخليه منشطه انزيم اسمه فوسفولايبيز ايتو اللي احنا خدناه المره اللي فاتت وقلنا بيكسر الرابطه الثانيه بتاعه الفوسفوليبيد، صح؟ فلما يكسر الرابطه الثانيه يفصل لنا مين؟ الاراشيدونيك اسيد. يبقى الفوسفولايبيز ايتو هيطلع الاراشيدونيك اسيد من مكانه علشان نبدا نستخدمه في تصنيع الايكوزانويد. هنصنع الايكوزانويد ازاي؟ يا اما بانزيم اسمه لايبو اوكسجينيز هصنع ليكوترايين، مش عايز اكتر من كده في تصنيع ليكوترايين، هو الاسم فقط، خطوات او رسمه مش عايز اعرف. لكن علشان اصنع العيله الثانيه اللي احنا سميناهم بروستانويد اللي هم ثرومبوكسان وبروستاجلاندين وبروستاسايكلين هنمشي بقى قصه طويله شويه. ازاي الاراشيدونيك بيتحول للحاجات الثانيه دي؟ عن طريق انزيم اسمه بروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيز انزيم، يعني الانزيم المصنع للبروستاجلاندين اتش 2. بيعمل ايه الانزيم ده؟ بكل بساطه هيكسر الرابطه اللي ما بين 8 و9 وهيكسر الرابطه اللي ما بين 11 و12. اصبح دلوقتي الكربونه 8 و9 و11 و12 كل واحده فيهم اصبحت عايزه رابطه، صح كده؟ هنعمل احنا ايه بقى؟ هنمسك الكربونه 8 في الكربونه 12 اهي، 8 مسكت في 12 يبقى كده 8 استقرت و12 استقرت، فاضل مين ومين؟ 9 و11. هيروح جاي الانزيم ده واخد من الجلوتاثيون هيدروجينتين 2 ويدى هيدروجين ال 9 ويدى هيدروجين ال 11 عشان هي من 8 استقرت. انا عايز اعرف خد الهيدروجينتين منين؟ من الجلوتاثيون. عشان كده قالوا خلاص يبقى الانزيم ده اللي هو البروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيز ده عمل حاجتين في الاراشيدونيك اسيد. اول حاجه كون فيه سايكل الحلقه المقفوله دي، صح؟ تاني حاجه ضاف هيدروجينتين واحده على 9 وواحده على 11 جابهم من اللي سائلين من الجلوتاثيون. يعني عمل حاجتين الانزيم دلوقتي، كون سايكل وضاف هيدروجين من الجلوتاثيون. قالوا خلاص يبقى الانزيم ده له تو اكتيفيتيز، له نشاطين اثنين، سايكلو اوكسجينيز اكتيفيتي وبيروكسينيز اكتيفيتي. سايكلو اوكسجينيز لانه بيكون سايكل، يعني له نشاط او له القدره انه يكون سايكل. بيروكسينيز اكتيفيتي يعني قلنا اي انزيم بياخد الهيدروجين من على الجلوتاثيون يبقى اسمه بيروكسينيز انزيم. بما انه اشتغل زي البيروكسينيز بالظبط، يعني خد هيدروجين من على الجلوتاثيون يبقى له بيروكسينيز اكتيفيتي، خلاص؟ ده اللي هو البروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيف. جاب الاراشيدون الثاني بنقول ومسك 8 في 12 وعمل سايكل مقفول. كمان راح ضايف او اتش عند الكربون رقم 15 فتكون عندي المركب ده اللي اسمه بروستاجلاندين اتش 2 او اسمه الثاني بروستانويك اسيد. بعد ما بيتكون البروستانويك اسيد على حسب احتياج الخليه. لو الخليه محتاجه تصنع ثرومبوكسان هيشتغل عليه انزيم اسمه ثرومبوكسان سنسيتيز. لو محتاجين نصنع بروستاجلاندين هيشتغل عليه انزيم اسمه ايزوميريز. لو الخليه محتاجه تصنع بروستاسايكلين هيشتغل عليه انزيم اسمه بروستاسايكلين سنسيتيز. تمام كده؟ لو عايزين نصنع ثرومبوكسان هنعمل ايه؟ ثرومبوكسان سنسيتيز بيعمل حاجه بسيطه قوي، بيضيف اكسجين. بيحط اكسجين ما بين 9 و11 واكسجين ما بين 11 و12 زي كده. اكسجين اهي بين 11 و12 واكسجين ما بين 9 و11. طب لو عاوز اصنع بروستاسايكلين مش هنعمل حاجه غير ان احنا هنمسك الكربونه 7 و9 مع بعض عن طريق اكسجين بس، حط اكسجينه ومسك 7 و9. طب لو عاوز اصنع البروستاجلاندين هيشتغل انزيم اسمه ايزوميريز. هيعمل ايه الايزوميريز ده؟ هياخد البروستانويك اسيد زي ما هو مش هيعمل فيه اي حاجه غير انه يحط عند 9 اكسجين ويحط عند 11
فوق ده كده انا اسمه بروستاجلاندين اي. او يعمل العكس يحط الكويتش عند 9 والاكسجين عند كام؟ 11، ده اسمه بروستاجلاندين دي. او يحط اويتش عند 9 واويتش عند 11 وساعتها يبقى اسمه بروستاجلاندين اف. او ممكن نحول اي لاف عن طريق انزيم اسمه بيضاكتيز انزيم. ده بالنسبه لخطوات التصنيف. لو حبينا نشوف الوظيفه بتاعت كل واحد فيهم، وده الكلام المهم بقى، لو حبينا ناخدهم مع بعض واحده واحده ونشوف الفوائد بتاعتهم ايه عشان اعرف اضيف الكويتش اللي عنده 15. فرحلنا الضبط. طيب دلوقتي لو حبينا نتكلم بقى في الوظيفه بتاعه كل واحد فيه، عندنا البروستا سايكل والثرومبوكسان اللي هناك الاثنين دول عكس بعض. الثرومبوكسان ده بيخرج ساعة ما يحصل ايه؟ ادي بلاد فيزل وحصل فيه هنا جرح كده فبدأ يحصل بليد. في 100 حاجة بتتعمل عشان توقف البليدنج ده، في فاكتورز كتيرة جدا، ميكانيزمات كتيرة للكلوتز بتحصل. من ضمن الميكانيزمات اللي اتشرحت عشان موضوع الكلوتز اللي بيحصل ان في حاجه اسمها ثرومبوكسان بتخرج من البليت من الصفائح الدمويه كمحاوله من الثرومبوكسان ده انه يوقف البليتنج شويه. فبيروح خارج الثرومبوكسان يعمل ايه؟ بيعمل حاجتين، يجي على البلاد فيزل اللي بيجيب دم ويعمل فيه ده فازو كونستريكشن يضيقه، ويروح جاي على مكان البليتنج ده ويعمل بليتلت اجريجيشن يجمع البليتلت عليه كمحاولة منه انه يوقف البليت. ده الثرومبوكسان. بس الثرومبوكسان لو استمر في الاكشن بتاعه وفضل شغال من غير ما حاجه توقفه هيعمل مشكله، لانه هيفضل يجمع بليتلت يجمع بليتلت لحد ما يعمل ايه في البلاد فيزل؟ هيقفل يعمل ثرومبوس يعمل ضغطه كده ويقفلنا الدنيا. يفضل يحصل فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن فازو كونستريكشن لحد ما البلاد فيزل يحصل له ايه؟ يضيق خالص ويقف. طبعا دي كارثه لو استمرنا في الموضوع ده كده بقى فيه مشكله. فكان لازم حاجه تمنع الثرومبوكسان انه يكمل في شغل. فبعد ما الثرومبوكسان بيطلع وبيشتغل يروح خارج بعد منه على طول مين؟ البروستا سايكل عشان يعمل عكس الشغل اللي بيعمله الثرومبوكسان. ده بيخرج منين بقى؟ ده بيخرج من الفاسكولار اندوثيليوم عشان يعمل حاجتين عكس الثرومبوكسان، عكس الفازو كونستريكشن هيعمل فازو دايلاتيشن، ويعمل ايه في البليت اجريجيشن؟ يعمل انهبيشن في البليت اجريجيشن. يبقى الثرومبوكسان والبروستا سايكل الاثنين عكس بعض. الثرومبوكسان ده بيخرج عشان يعمل فازو كونستريكشن ويزود البليت، عكس البروستا سايكل بيخرج عشان يعمل فازو دايلاتيشن وعشان يقلل البليت. اما بالنسبه للبروستا جلاندين فالبروستا جلاندين ده قصه بقى. البروستا جلاندين في منه بروستا جلاندين اي وفي اف وفي دي. دي ده اتكلم عنه كلمه واحده، قال ده بيطلع في خلايا البرين ساعات علشان يساعد في عمليه السليبين. هو الميكانيزم بتاع النوم ده اللي هو كان اسمه كتير من ضمن الحاجات اللي طلعت منه البروستا جلاندين ده له دور، تمام؟ لكن الكلام اللي يهمني بقى في الكلام الطبي واللي احنا عايزين نعرفه واللي احنا بنشتغل عليه فعلا بند فيه ادويه هو شغل البروستا جلاندين اي وشغل البروستا جلاندين اف. البروستا جلاندين اي ده بيخرج يعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيزل وريلاكسيشن في السموث ماسل. علشان كده البروستا جلاندين اي بيخرج في حالات الانفلاميشن او الالتهابات. طب اشمعنى؟
زي ما قلت قبل كده في قصه الهرمون زمان، قلت لو في خليه والخليه دي تشكل بدمك، بعد شويه تلاقي حواليه الشبكه بدا يحصل التهاب، بدا يحصل فيه ريدنس وهوتنس واحمرار والم والكلام ده كله. كل ده حصل بسبب ايه؟ علامات الانفلاميشن دي حصلت ليه؟ حصلت لان اول ما الخليه تشكل راحت مصنعه بروستاجلاند اي، وراحت مخرجه البروستاجلاند الاي ده يشتغل حواليها. ادي البروستاجلاند الاي طلع واشتغل حواليها، عمل ايه بقى البروستاجلاند الاي؟ عمل فازو دايليتيشن في البلاد فيزل، بس فازو دايليتيشن محترم في المكان ده. فازو دايليتيشن في البلاد فيزل يعني جاب كميه دم كبيره، عشان كده حصل الريدنس اللي بنشوفه. طب هو الهدف من البروستاجلاند انه يجيب كميه دم كبيره، يعني يرخم علينا عشان يجيب كميه دم كبيره وتعمل ريدنس وتعمل احمرار وتبقى جايبه معاها بالديتور زي الهستامين تعمل الم وبين والكلام ده؟ لا، مش قصده رخام. قصده انه لما يجيب فازو دايليتيشن ويجيب كميه دم كبيره، كميه الدم دي شايله بلتلت، عشان لو حصل انجري توقف شايله فلوتنج فاكتور، شايله وايت براد سيلز براد دم بيضاء، عشان لو الدبوس اللي اتشكيت بيه ده شايل انفكشن او بكتيريا يلاقي فيه جهاز مناعي يقدر ان هو يهاجم. هو ده الفكره في الفازو دايليتيشن اللي بيحصل. فالبروستاجلاند اي بيخرج في حالات الانفلاميشن او الالتهابات علشان خاطر يعمل فازو دايليتيشن، وهو ده اللي بيعمل اعراض الالتهاب من ناحيه البين ومن ناحيه السخونيه اللي بتبقى في مكان الالتهاب ومن ناحيه السويلنج اللي بيبقى موجود والريدنس، كل ده بيسبب الفازو دايليتيشن اللي حصل. طيب البروستاجلاند اي غير انه بيعمل فازو دايليتيشن وغير ان هو بيميديت الانفلاميشن، لقينا كمان ان هو بيقلل ال HCL سكريشن افراز حبل المعده. يعني معنى كده ان له اكشن كويس، هو بيقلل افراز حبل المعده، فهمنا عن التهابات المعده وابن عن الحموضه والكلام ده. جميل. البروستاجلاند اف عكس البروستاجلاند دي، يعني البروستاجلاند دي بيعمل فازو دايليتيشن وريلاكسيشن في السموث ماسل، صح؟ يجي عكس منه البروستاجلاند اف عشان يعمل كونتراكشن في السموث ماسل، ده بيعمل بقى انقباض في السموث ماسل. عشان كده البروستاجلاند اف ده بيخرج ديورنج ليبر، يعني اثناء عمليه الولاده، علشان يعمل انتراكشن اوف يوتريان كونتراكشن، انقباض في اليوتر. البروستاجلاند اف ده بيخرج during labor اثناء الولاده علشان يعمل uterine contraction انقباض في الرحم ويعمل في الولاده. ده البروستاجلاند اف. يبقى عرفنا ان في بروستاجلاند اي بيعمل فازو دايليتيشن في البلاد فيزل، ريلاكسيشن في السموث ماسل، بيساعد في عمليات الانفلاميشن، وعرفنا ازاي بيقلل ال HCL secretion، وعكس منه البروستاجلاند اف اللي بيعمل uterine contraction لانه بيعمل السموث ماسل contraction. لو انا اديت عيان حاجة تقلل تصنيع البروستاجلاند، يبقى أنا كده بقلل الانفلاميشن، صح؟ إيه بقى الحاجات بتاعة الانفلاميشن؟ أنتي انفلاماتوري درامز اللي إحنا بنديها للعيانين. دلوقتي لو قدامي سكة من اثنين، يا إما أقلل تصنيع القصة من الأول خالص، يا إما أقلل تصنيع البروستاجلاند بس، صح؟ بصوا بقى. احنا ممكن ندي كورتيزون. الكورتيزون ده اقوى انتي انفلاماتوري. اشمعنى؟ لان الكورتيزون هيجي على القصه من البدايه ويروح عامل انهبيشن على الفوسفولايبيز اي 2. طب الفوسفولايبيز اي 2 لما ما يشتغلش، هل الاراشيدونيك اسيد هيتصل بالمكان ويطلع بره؟ يبقى انا كده عرفت اصنع حاجه من دول؟ لا. يبقى انا كده قللت تصنيع البروستاجلاندين بس من البدايه خالص. الاحتمال الثاني ان انا ادي حاجه تعمل انهبيشن على البروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيز. وعلى فكره الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي لما بتروح تعمل انهبيشن عليه بتعمل انهبيشن عليه من البدايه، من عند السايكل والاكسجينيز اكتيفيتي بتاعته من قبل ما يكون السايكل. يعني كاني بعمل انهبيشن على السايكل والاكسجينيز اكتف منعت تكوين السايكل، يعني منعت تصنيع الحاجات دي كلها. مين الحاجات اللي بتعمل انهبيشن على السايكل اوكسجينيز؟ حاجات غير الكورتيزون. هو الكورتيزون كان تصنيفه استرويد ولا نون استرويد؟ استرويد، صح؟ في استرويد نيوكلاس. انما اللي انا هقولهم دلوقتي مفيش فيهم استرويد نيوكلاس، عشان كده بيسموهم نون استرويدال
انتي انفلاماتوري دراج، ادويه مضاده للالتهابات ولكنها نون استرويدال دراج اختصارها ان سي. نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراج زي ايه؟ زي الاسبرين، الحاجات اللي في السوق كلها، كتافلام، البولتالين، البروفين، حاجه اسمها اندوميتاسين اسمه في السوق يوميتاسين، زي حاجه اسمها فينايل بيوتازون، كل دول نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، بروفين، اسبرين، كتافلام، كيتوفان، كيتوبروفين، اندوميتاسين، كل دول نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. فكرتهم كمسكن او مضاد للالتهاب بتعتمد على ايه؟ بتعتمد كل المسكنات دي ان هي بتروح تعمل انهيبيشن على السايكل اوكسجينيز اكتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت البروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيز. فلما الانزيم ده ما يشتغلش هل الاراشيدونيك اسيد هيتحول الى بروستانويك اسيد؟ لا. هل هصنع البروستاجلاندين بانواعه؟ لا. وبالتالي مش هعمل انفلاميشن. بس السايد افكت ده او العرض الجانبي اللي بيبان دايما مع المسكنات يقول لك اللي بياخد مسكن معدته بيحصل له ايه؟ ممكن تقلب بالسر، تمام؟ ليه بقى؟ لان البروستاجلاندين ايه؟ احنا لسه قايلين هو بيعمل انفلاميشن، بس الحاجه الوحيده الكويسه اللي بيعملها انه بيقلل الاتش سي ال سكريشن. انا لما ادي واحد ادويه قللت تصنيع البروستاجلاندين، قللت الانفلاميشن، بس ما عادش في حاجه بتقلل الاتش سي ال سكريشن دلوقتي. فالاتش سي ال سكريشن يحصل له ايه؟ يزيد، يعلى الاتش سي ال سكريشن. لو واحد اساسا سليم بس مش فطران، مش واكل كويس، الاتش سي ال يكتر، ممكن يبدا ياكل في غدار المعده، يعمله شويه جاسترايتس، التهابات في غدار المعده. اما لو واحد اساسا غدار المعده عنده ضعيف، ممكن تقلب معاه باظ وقرح. عشان كده اي مسكن تديه لحد دايما تديه له بعد الاكل، مفيش حاجه اسمها ان واحد ياخد مسكن على غير رضا. مسكن لو نزل على المعده على غير رضا هيزود الاتش سي ال سكريشن ويعمل مشاكل اللي احنا بنقول عليها دي. خلاص يا جماعه؟ معلومه طبيه ضعيف. عشان كده في حاجه ناس كتير هتقع فيها، هتلاقي واحد يقول لك انا عندي مقص وبعدين بتوجعني، ملوش مسكن، ملوش كوت مسكن عشان الاقي احمد. هو لو عنده جاسترايتس فتدماغه قصر، تمام؟ تدماغه قرح، هو سبب المقص اللي عنده ايه؟ ان في التهابات في غدار المعده، في عنده جاسترايتس. فانت بقى ناصح دكتور العين، رحت كاتب له ايه؟ خد المسكن ده هتبقى لود المود، ماشي؟ تبقى المسكن من هنا، تعالى ياخده من هنا، تقلب معاه القصر، تمام؟ ياخد انتي سبازموك السحر، نديله حاجات مضاده للتقلصات، تقلل حركه الجهاز الهضمي، تقلل الكونتراكشن بتاع الصغر عشان يهدي المعده شويه، خلاص؟ ادوله حقنه لما عدى على المعده. ده بالنسبة للعيلة بتاعة البروستاجلاندين. بس تعالوا خلي بالكم بقى من نقطة، ده كلام جديد أو مش جديد، يعني بقاله 20 سنة شغالين عليه، بس يعتبر جديد يعني مش في الثمانينات. الكلام ده قال إن السايكل أوكسجينيز كانت المسكنات القديمة كلها زي الأسبرين والإندوميتاسين والفلامبيدازون، الكلام ده كانوا بيشتغلوا على السايكل أوكسجينيز بصفة عامة، تمام؟ بعد كده ما بدأوا يركزوا في القصه دي، لقوا ان الانزيم ده فيه منه شكلين اثنين مش شكل واحد. ده لقوا ان فيه انزيم اسمه سايكل اوكسجينيز 1 او كوكس 1، سايكل اوكسجينيز 1، والانزيم الثاني عشان يفرقوا عنه سموه 2. يعني في عندنا انزيمين اثنين بروستاجلاندين اتش 2 سنسيتيف، واحد اسمه سايكل اوكسجينيز 1 والثاني اسمه سايكل اوكسجينيز 2. هما لقوا ايه بقى؟ لو ان مثلا الخلايا بتاعت الجسم لما تحب تصنع ثرومبوكسين، لما تحب تصنع بروستاسايكلين، لما تحب تصنع مثلا بروستاجلاندين اف، تروح جايبه السايكل اوكسجينيز 1 ده. لو ان النوع ده هو اللي بيكون موجود في الخلايا دي، يبقى بيعمل انفلاميشن ولا ما بيعملش؟ ما بيعملش، صح؟ بعيد عن سكه الالتهاب خالص.
ولقوا ان السايكل اوكسجينيز 2 النوع الثاني من السايكل اوكسجينيز ده هو ده النوع اللي دايما بيطلع في حالات الانفلاميشن. قالوا طيب بدل ما ندي مثلا حاجه زي الاسبرين حاجه بتشتغل على السايكل اوكسجينيز بصفه عامه هتعمل انهيبيشن على ده وهتعمل انهيبيشن كمان على مين؟ على ده صح؟ فهقلل تصنيع كل دول. انا عاوز ادي حاجه بس انتي انفلاماتوري لوحدها. يعني حاجه تقلل تصنيع مين تحديدا؟ البروستاجلاندين اي اللي بيطلع في حالات الانفلاميشن. يبقى انا محتاج ادي دواء اعمل بيه انهيبيشن على مين؟ على السايكل اوكسجينيز 2. في ادويه موجوده في السوق بتعمل انهيبيشن على السايكل اوكسجينيز 2 زي حاجه اسمها بيروكسيكام وميلوكسيكام وفي حاجه اسمها فيلدين اسمها فيلدين ده مشهور فيلدين ده فيلدين ده بيشتغل على السايكل اوكسجينيز 2. يعني معنى كده ان في فعلا ادويه في حاجه اسمها سيلوفسيب الادويه دي كلها بتروح تعمل انهيبيشن على السايكل اوكسجينيز 2 تحديدا ما بتعملش انهيبيشن على السايكل اوكسجينيز 1. بس في حاجه ثانيه لو كمان ان السايكل اوكسجينيز 2 غير انه كمان بيطلع في حالات الانفلاميشن لو انه لو خرج بكميات كبيره ممكن يقلب بكانسر او لو ان مع التيومرز لما بيكون في ورم موجود لو ان نسبه السايكل اوكسجينيز 2 ده بتكون عاليه طوروا في القصه بتاعته لو ان السايكل اوكسجينيز من ضمن الاكشنز بتاعته غير الشغل ده انه بيروح ينشط تكوين حاجه اسمها فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. واضح كده من اسمه فاسكولار اندوثيليال بيشتغل على البلاد فيزل جروث فاكتور. يعني بيعمل ايه في البلاد فيزل جروث اللي بنسميها انجيوجينيسيس يعني تصنيع بلاد فيزل. هو التيومر علشان يكبر كان مجموعه خلايا صغيره صح؟ الخلايا دي علشان تكتر وتتضاعف مش محتاجه بلاد فيزل مش محتاجه تغذيه. فاللي بيحصل في التيومر في حاجه اسمها انجيوجينيسيس. انجيوجينيسيس يعني ان التيومر بيقدر ان هو يصنع بلاد فيزل والبلاد فيزل دي بتغذي التيومر عشان كده التيومر بيحصل له ايه؟ بيكبر. تمام؟ من ضمن الحاجات زي ما قلت الجديده اللي دوروا فيها في موضوع التيومر لو ان السايكل اوكسجينيز 2 ده بيكون كتير لما دوروا وراه لو ان السايكل اوكسجينيز 2 بيروح يحفز هرمون اسمه فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور بيعمل عملية الانجيوجينيسيس يعني بيزود تصنيع البلاد فيزل بتاع التيومر عشان كده بيحصل تيومر جروس. عشان كده قال لو واحد قد ريسك عرضة انه يخش مثلا في التيومر او كده قال ان لو استخدم ريجولار دوزز من النون استرويدات يعني بياخد الانتي انفلاماتوري زي الاسبرين او غيره او الحاجات اللي بتعمل مش على السايكل اوكسجينيز 2 ده ممكن بحد ذاته يقلل من البروجريس او تقدم الورم اللي موجود عنده. فانا بقلل دلوقتي الانجيوجينيسيس اللي هو تصنيع البلاد فيزل. يعني ملخص الحوار بتاعنا بتاع البروستاجلاندين بيتلخص في قصه الانزيم اللي بيصنعه اللي هو البروستاجلاندين انشيتوسنسيتيك. ولو قدرت ان انا اعمل عليه انهيبيشن دلوقتي الانزيم ده مش هيشتغل وبالتالي مش هقدر اصنع البروستاجلاندين اللي بتعمل الانفلاميشن. ليه؟ لان السايكل اوكسجينيز اكتيفيتي دي منها شكلين اثنين، في واحد اسمه سايكل اوكسجينيز 1 ده بيعمل كل حاجه ما عدا الانفلاميشن، وفي سايكل اوكسجينيز 2 ده اللي بيخرج ويشتغل مني على تصنيع البروستاجلاندين اللي هو بتاع الانفلاميشن، في نفس الوقت بيخرج عشان يحفز تصنيع الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور اللي بيعمل عمليات الانجيوجينيسيس او تصنيع البلاد فيزل بتاع التيومر بيحصل في لارجمنت بحجم التيومر. قلنا في مجموعه من الادويه ممكن نديها بتعمل انهيبيشن على السايكل اوكسجينيز 2 وبالتالي بتقلل الانفلاميشن وبتقلل قصه البروجريشن بتاع التيومر. اما بالنسبه للديكوترايين فده تكملة الحوار بتاعنا، والليكوترايين دي حاجة ثانية بتطلع برضه علشان تعمل انفلاميشن. الليكوترايين في منها أنواع كتير، في منها حاجة اسمها ليكوترايين A و B و C و D و E. الليكوترايين B ده اللي بيخرج في حالات الانفلاميشن، في حالات الالتهاب، عامل زي البروستاجلاندين إيه كده. بيخرج يعمل التهاب، بيساعد شوية في البلد ديليتيشن. بيعمل كمان حاجه كانت موجوده عندكم السنه اللي فاتت مش موجوده السنه دي، حاجه اسمها كيموتاكسس. كيموتاكسس يعني استدعاء بيستدعي الكرات الدم البيضاء. فالليكوترايين بي ده اول ما بيطلع بيعمل استدعاء للكرات الدم البيضاء بيجيبها في مكان الانفلاميشن. لكن الاكشن الثاني بقى بتاع الليكوترايين وده الاكشن احنا حتى بندي علاج علشانه ان الليكوترايين سي ودي واي بيخرجوا في حالات الالرجي حالات الحساسيه. بيعملوا ايه؟ لو
واحد عنده برونكيا نازله حساسيه في صدره، ايه الاعراض بتاعتها؟ اهم حاجه تلاقيه مش عارف ياخد نفسه، صدره بيزيق. ليه صدره بيزيق؟ عشان خاطر البرونكاي ماشي حصل فيها برونكو كونستريكشن ده، عشان كده الهواء اللي بيخش فيها بيزيق. حط صدرك على السماعه على سر العيان هتسمع صوت التزييق في صدره. ده معنى كده ان ده فيه برونكيا نازله. السبب فيها ان بيخرج الليكوترايين سي ودي واي يروحوا على البرونكاي والقصبة الهوائية ويعملوا فيها برونكو كونستريكشن يضيقوها. طيب يبقى الليكوترايين في منه نوع بيخرج مع الحساسية الالرجي عشان يعمل برونكو كونستريكشن زي سي ودي واي، بيسموه ايه بقى؟ بيسموه سلو رياكتنج سبستانس اوف انافلاكسس، صرصر. ايه الصرصر دي؟ اللي هو الليكوترايين سي ودي واي. سلو رياكتنج سبستانس واضح من الاسم، يعني مادة بتساعد ببطء عشان مش اول ما بيطلع بيعمل انرجي، بيشتغل على مراحل. تمام؟ هو في انافلاكسس لانه بيخرج في حالات الالرجي. الالرجي دي يعني حساسيه، لو الحساسيه بقت سيفير بقى اسمها انافلاكسس. تمام؟ فالليكوترايين زي ما اتفقنا بيخرج علشان يعمل حاجتين اتنين، بيساعد في الانفلاميشن وعن طريق انه بيستدعي كرات الدم البيضاء لمكان الالتهاب. الحاجه الثانيه او الاكشن الثاني بتاعه ان هو بيخرج علشان يعمل انرجي او يعمل حساسيه. طبعا دلوقتي عاوز اعالج العيان اللي عنده انفلاميشن او اللي عنده حساسيه في صدره ده، هنديله ايه؟ هل ينفع اديله اسبرين هيأثر معاك حاجه؟ لا، الاسبرين بيشتغل من تحت صح؟ طب لو اديته كورتيزون هيجيب معاه؟ هيجيب معاه؟ عشان كده الكورتيزون انتي انفلاماتوري وانتي ادرجي، لان الكورتيزون هيعمل انهبيشن على الفوسفولايبيز اي 2، وبالتالي الاراشيدونيك اسيد مش هيتفك من مكان. مفيش اراشيدونيك يعني مفيش بروستاجلاندين، ويعني مفيش مين؟ ليكوترايين. يبقى اول حاجه ان انا ممكن ادي العيان كورتيزون اقلل تصنيع الليكوترايين. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن ندي العيان حاجه اسمها ليكوترايين ريسبتور انتاجونست، يعني ليكوترايين دي لما بتخرج وتروح على الخلايا بتاعه الشست، ادي الخلايا بالمنظر ده فيها ريسبتور، بتيجي الليكوترايين وتمسك في الريسبتور ده. احنا بقى ممكن ندي ادويه موجوده في السوق ما ذكرهاش عندكم زي حاجه اسمها مونتي نيوكاس. دلوقتي مونتي نيوكاس بيعمل ايه الدواء ده؟ ده بيروح على الريسبتور بتاع البرونكاي ويروح ماسك فيه مكان الليكوترايين، فيجي الليكوترايين يشتغل على الريسبتور يلاقي مين ماسك في الريسبتور؟ الدواء اللي احنا بنديله للعيان ده اللي هو اسمه ليكوتراين ريسبتور انتاجونست، حاجه قفلت الريسبتور. هل الليكوترايين هيعرف يشتغل؟ لا. يبقى احنا في الليكوترايين قلنا ان هي بتطلع في حاجتين، يا اما انفلاميشن يا اما حساسيه انرجي، وقلنا ان انا عشان اعالجها يا اما هدي كورتيزون عشان اقلل قصه التصنيع من البدايه، يا اما ان انا هدي للعيان ده حاجه تقفل الريسبتور بتاع الليكوتراين اللي بنسميها ليكوتراين ريسبتور انتاجونست. ماشي؟ ده كده بالنسبه للدرس بتاع الليكوترايين. تاني بتاع النهارده كنت بتراجع على كام حاجه كان ريتش بيشط افضل وطول كده خدنا نفس الاول 200 كده ومعنا اخر ناخد نفس